أم قررت إني أعرق في بعض الألعاب، ولكن لاحظت في تقطيع كبير في الفريمات وفي دروبات خطيرة. دقيقة، أنت مسوي كذا معرق؟ بعد عدة دقائق تضايقت من الأجهزة اللي عندي على أنها جديدة، وقررت إني أكسرها قطعة 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 قطعة. طول ده، خلاص ترى الماوس جايبه من فوق مصفح منتي متقطع، كان سلك وخليته وايرلس. وفي هذه اللحظة قررت إني أبحث عن أقدم الأجهزة الموجودة عندنا، ولاحظت في جهاز يبعد عني ما يقارب 10 كيلو متر، جهاز له 25 سنة. واحد أصبر يا حبيبي، تكفى واحد أصبر، تكفى واحد أصبر، تكفى طولت. خلص من المقدمة الطويلة حقتها. أبغى يبدأ دوري. يا ساتر، يشكر ويمدح وكل شيء يسويه، شكر مدح دعاء، خلاص بس اشكرهم، لا تدعي لهم، ادعي لنفسك بس. سموك يا غبي، رجعني، قلت شيل سموك، مو تخليني اختفي. اخيرا رجعت، حياكم الله يا جماعة الخير، يلا خلنا نصير جديين شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله يا جماعة الخير بمجلس ما به نفس ثقيلة. هذا ولد عم، وهذا ولد خال، وهذا رفيق ما حسبناه الحسيبة. طيب الله يسعدك يا حبيبنا، شكرا على الدعم الجبار، شكرا على وصولنا ل 100,000 متابع. طبعا هذه مو اول 100,000 نوصلها، وصلنا ل 100,000، 200,000، 300,000. هذه في القناة الثانية وصلنا ل 100,000، برضه راح نحاول نوصل 200,000، 300,000 وللمليون في اقرب وقت ان قاله ربي باذن الواحد الاحد. حبيت كذا اتفلسف لكم واوريكم المونتاج حقي وش قاعد يصير في القناة بلاونة الاخيرة. مثل ما انتم عارفين في الاونه الاخيره مقاطعي قاعده تنتشر بشكل مره كبير، قاعد اشوفها تطلع في المقترح باسلوب جميل ولطيف ومرتب، الكثير قاعد يعلق على المقاطع القديمه الخاصه فيني، والشيء هذا يسعدني. اذا انت يوم من الايام شفتني في المقترح وشفتني في الصفحه الرئيسيه، اتمنى انك تضغط على الثمنيل حقي وتدخل على المقطع، الشيء هذا راح يزيد نسبه اعجاب المتابعين بالقناه بشكل مره كبير وانتشار القناه. اوكي، نبدا في فكره مقطع اليوم. فكره مقطع اليوم يا جماعه الخير بكل اختصار، جهاز قديم موجود له 24 سنة. مع الجهاز هذا ما يتذكر الا يمكن يعني طيبين، يعني الحين صدق طيبين، هم اعمارهم 25. المهم راح نحاول نشغل الجهاز هذا وباذن الله انه يضبط معنا. يلا خلينا نشوف التجربه، الناس اللي عندها مثل الاجهزه هذه برضه اكتبوا لي تحت في الكومنتات، لان تجربه اليوم ممكن تكون صعبه يا جماعه الخير، اتمنى انكم تساعدوني في موضوع هذه التجربه. ليتس جو على التجربه. اوكي، السلام عليكم، هلا والله، حياكم الله يا جماعه الخير، كيف حالكم؟ طيبين؟ الحين شو اسوي لهم ذولي؟ قسم بالله العظيم ما ادري شو اسوي لهم. اقول لهم اني جبت الجهاز الحين ولا اصبر؟ 1 2 3. اليوم يا جماعه الخير جبنا جهاز اللي هو اللي له 25 سنه، الجهاز اللي قلت لكم اياه في المقدمه. يا رب ما حد يكتب في الكومنتات اسامه، هذا الجهاز له 25 سنه. يب يا حبيبي 25 سنة، لا تقعد تشغلني وتكتب لي في الكومنتات هذا الجهاز مو 25 سنة، هذا له 24 سنة، فكونا من السواليف هذه. هذا هو الجهاز يا جماعة الخير. اليوم جبت الجهاز بس كله غبار حرفيا، ويحتاج نحن ننظفه، بس قبل ما ننظفه نسوي كذا. لا معليش، مو هنا، هذا الاند لو سمحت. رجعني المقطع. طيب يا جماعة الخير، عشان نسهل المهمة قررنا شو نجيب هنا؟ قررنا نجيب هذا الدريل. طبعا الدريل هذا راح نفيه الجهاز وراح اصوره لكم بالكاميرا هذه. ما ادري الكاميرا هذه جودتها كويسة ولا لا، يبغى لها دقيقة، يبغى لها إضاءة شوي. ايوه الحين طلعتكم. طيب اول شيء نفك هذه، طلع منها المسامير، طلع المسامير من هذه، نشوف. يا ساتر شوفوا البي سي كيف قديم، قاعدين تشوفون قديم مرة، حتى شوف الازرار ذي 220 110 ايام زمان، هذه كلها موجودة. طيب راح نفكه ونشوف هل تتوقع راح يشتغل او لا، وكله غبار يبغى له تنظيف وبس. يلا خلينا نبدا. اوكي نشوف هذه، ايوه هذه تركب، يلا نفكها بالدريل. اوكي فكينا اول شيء الغطيان حقه الجهاز. اوه شيت، يا ساتر يا القدم.
يوه شوف السماعة. دقيقة يبغى لها إضاءة. ثواني ننقل للكاميرا الثانية. ثواني شوفوا الأشياء القديمة اللي موجودة في البي سي. هنا عندنا ثلاث هارد ديسكات وعندنا سي ديين. شوفوا هنا الكروت الموجودة وشوفوا الرامات اللي هنا اللي جوا. شوفوا هذه الرامات القديمة. راح نفكفك الحين. مو راح نفكفك، راح ننظفها. بس راح ننظفه ونجرب نشغل الجهاز وإن شاء الله إنه يشتغل. الخير نظفت أبو أمه بالمنفاخ، فراح نرقي الحين ونشوف هل راح يشتغل أو لا. هو مشكلته وش هو؟ اللي هي الأسلاك هذه. ناسي وين الكهرباء أنا. هل في شيء كهرباء وفي شيء شيء كهرباء وشيء شاشة أتوقع. يب كهرباء وشاشة ممكن. ما أدري هل بي سي راح يشتغل أو لا. أول شيء راح نجرب نشبكه وراح نكون بعيدين لأن خاف إنه يصير شيء. والله العظيم لقينا وصلة ولقينا الأسلاك ولقينا كل شيء، بس أول شيء نطفي الوصلة عشان ما ينفجر علينا ذا البي سي، ونجيب الأسلاك حقته. هذا سلك الأول نشبكه هنا كذا. أيوه ركب صح، بس ما أدري وين ينشبك فيه. السلك الثاني حق كرت الشاشة، حق الكرت نشبكه هنا. أيوه ركب هنا وكذا ركب تمام. بعدها نشبكه في الشاشة. نجيب الشاشة ذي نحط الشاشة هنا، نجيب السلك من ورا. أيوه هذا المنفذ حقه. ثواني بس أركبه. طيب يا جماعة الخير وصلناه بالكهرب. أنا خايف من شغله والله العظيم إني أشغله ويصير شيء، بس إن شاء الله إنه ما يصير له شيء. الشاشة باقي ما شبكتها في الكهرب بس ما أدري. طيب الحين خلى عشان إذا انفجر ولا شيء أطفيه من الوصلة هنا. الوصلة بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. دقيقة الكاميرا هذه هنا شغالة صح؟ أيوه شغالة صح. جوالي أخذ أهم شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا رب يا حبيبي. بسم الله. دقيقة من ورا محطوط 220. أيوه من هنا 220. حطه كذا. بسم الله والله إني خايف. طق راسي. في زر هنا. دقيقة في زر. اصبر في صوت زر. تدرون كيف اضغطه؟ والله ما اضغطه الا بذي. والله ما اضغط الا بستاند الكاميرا. شوفوا جبت ستاند. والله ما اضغطه والله لا. والله اشتغل. والله اشتغل. اتوقع احترق. والله انه اشتغل. والله خطف الوصلة. اتوقع احترق. ايوه يشتغل يطفي. بسم الله. دقيقه هذا اتوقع اي هذا الكهرباء. كنا ما ركب زين. نفصل الثاني. حس الثاني ما دخل. نجرب مره ثالثه. اتوقع فصلنا السلك ذاك صار ما عاد يشتغل. ثواني طفي الوصله تمام. نشغل السلك اول شيء. والله يشتغل. والله غريب وش فيه. 220 في صوت كهرباء هنا. بسم الله خلينا نطفيه لانه بيضرب احس. بسم الله خلنا نطفيه بس نبعد عن الشر ونغني له. السلام عليكم. صباح الخير. كيف حالكم يا جماعة الخير؟ طيبين؟ طيب. قعدت افكر كذا وقعدت احلل وادرس بعض المواضيع بما اني خبير في المواضيع هذه. خبير قاعد. طيب سألت واحد من الشباب قلت له عندي جهاز اشغله يطفي، قال تامه لازم تجيب شاشه. تحسبوني ما جبت شاشه؟ شوف لعن الشيطان والله يا ثقيله. شاشه قديمه حرفيا. احرقبتي جعتني يا شيخ الله العظيم. اخ المهم هذا اليوم الثاني راح نجرب الحين التجربة من جديد. إن شاء الله عاد ما يصير شيء. نروح للكاميرا الثانية. جيب أو ندف الجهاز كذا. ما بعد ما ندف الجهاز الله يسلمكم نخليه على الشكل هذا، وبعده نشيل هذه نرميها هنا، وبعده ننزل الشاشة في المكان هذا. دقيقة نزلها. والله ثقيلة. والله ثقيلة. اوكي يا جماعة الخير حطينا الشاشة، باقي الآن نشبك أسلاك الكهرب من جديد. اوكي جبنا أسلاك الكهرب، ناخذ سلك الأول ونحطه هنا نشبكه تمام، ونطفي الوصلة. لازم نطفي الوصلة. بعد نجيب السلك نشبكه هنا هذا المكان هذا تمام. بعد نجيب السلك الطويل هذا ونشبكه في البي سي. خلنا نشبك واجيكم. ثواني. طيب بسم الله يا جماعة الخير شبكت كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نشغل. بسم الله اشتغلت الشاشة عسى ما تنفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله اني خايف. اشتغل الشاشة تمام. بسم الله نرجع نجيب عصاتنا. العصا هذه والله ما فك الا بالعصا هذه. معليش من اول انا قايل لكم نفس الشيء يشتغل يطفي. ليه يشتغل يطفي؟ ليه قسم بالله قهر يا عيال. حرام الشاشة والله راح تجيبها من بعيد. المهم خلاص. طيب إلى هنا وصل نهاية مقطع اليوم. أشوفكم بمال الله يا جماعة الخير. التجربة ما ضبطت إن شاء الله عندنا تجارب كثيرة. تواصلوا معي حق البثيات.